قم إذا شئت، لكن نقلهم إلى مصر العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات، وهي عملية فضفاضة. أقول لسه ما خلصناش الإرهاب، لسه ما انتهناش من المهمة، وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر. المكان مدينة الأحرار، وهنا العالم يجتمع. دول من خلف ستار شفاف تحارب أسدا مفترسا. فهل سنصل إلى النهاية؟ صدمة كبرى، قصف الباطل متواصل على المدينة، واستهداف منزل هنية، وخمسون شاحنة مساعدات جديدة تمر من معبر رفح. على غير العادة، اجتماع عربي ولقاء مع بلينكون لبحث وقف الحرب في المدينة. والأونروا، الفلسطيني في المدينة يعيش على قطعتي خبز يوميا، فهل بدأت الكارثة في المدينة؟ فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة الشداد الأمريكية في شرق سوريا، فما القصة؟ و12 قتيلا من أسرة واحدة بقصف طيران الباطل منزلها بمخيم النصيرات. تدمير 4 مسيرات جوية أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغرود وكورسك. وواشنطن سلمت أوكرانيا سر أقوى مركباتها، هكذا فجرتها فوربس. إليكم التفاصيل. قصف عنيف من الباطل على المدينة. تجددت الهجمات على المدينة في اليوم 29 من الحرب، وكشفت وسائل إعلام أن مروحيات أطلقت النار بكثافة على طول شارع الرشيد مقابل منطقة تل الهوى في القطاع. وأكدت مصادر محلية أن القصف أحرق مراكب صيد كانت على ساحل رفح جنوب القطاع. وأعلنت وسائل إعلام أن منزل رئيس المكتب السياسي لحركة إسماعيل هنية تعرض لقصف عنيف، علما أن هنية خارج القطاع حاليا. وقالت المصادر أن مسيرة قصفت منزل هنية بصاروخ في مخيم الشاطئ، ولم يتضح إذا كان أي من أفراد عائلته في المنزل عند قصفه. ومن جهة أخرى، أعلن الجيش أنه نفذ هجوما بريا محدودا جنوب القطاع بهدف رسم خرائط للمباني وتطهير المنطقة من العبوات الناسفة المزروعة. وقال الجيش أنه خلال العملية واجه خلية تابعة للفصائل خرجت من أحد الأنفاق، مؤكدا قصف المسلحين وقتلهم. وركز الجيش هجومه البري في شمال المدينة، لكنه نفذ أيضا عمليات توغل محدودة جنوب القطاع بهدف إعداد المنطقة للمراحل المستقبلية من الحرب. المساعدات الإنسانية إلى المدينة. عبرت 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح المصري باتجاه معبر العوجة تمهيدا للدخول إلى المدينة، وهذه هي الدفعة 13 من المساعدات الإنسانية المرسلة إلى المدينة بعد الانتهاء من إجراءات التفتيش التي تفرضها السلطات على الشاحنات. وبلغ إجمالي شاحنات المساعدات التي تسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني 421 شاحنة تحتوي على أغذية ومياه وأدوية ومستلزمات طبية، بينما لم يسمح بإدخال الوقود إلى القطاع حتى الآن. لقاء عربي مع وزير الخارجية الأمريكي. تحتضن عمان اجتماعا لوزراء خارجية الأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر ومن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بهدف وقف الحرب الدائرة في المدينة. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لوقف الحرب الدائرة ووضع حد للاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع. وسيعقب الاجتماع لقاء للوزراء العرب مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكون لنقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد، متمثلا في أولوية وقف إطلاق النار بشكل كامل في القطاع، التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهي استمرار الاحتلال وغياب الحل العادل والشامل للقضية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولة
مرتين. فاجعه جديده تحل داخل المدينه. يعيش المواطن العادي في المدينه على قطعتين من الخبز المصنوع من الدقيق الذي خزنته الامم المتحده في القطاع. ومع ذلك فان العباره الرئيسيه التي تسمع الان في الشارع هي الماء ثم الماء، وذلك وفقا لمدير شؤون وكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وصف وايت الذي قال انه جاب المدينه طولا وعرضا في الاسابيع القليله الماضيه الاراضي بانها مسرح للموت والدمار، مشيرا الى انه لا يوجد مكان امن والناس يخشون على حياتهم ومستقبلهم وقدرتهم على اطعام اسرهم. وابلغ وايت دبلوماسيين من الدول الاعضاء في الامم المتحده البالغ عددها 193 دوله في بيان ان الأونروا تدعم حوالي 89 مخبزا في جميع انحاء المدينه بهدف ايصال الخبز الى 1.7 مليون شخص. استهداف قاعدة أمريكية في سوريا. أعلنت فصائل عراقية استهداف قاعدة الشداد الأمريكية جنوب مدينة الحسكة شمال شرق سوريا. وجاء في بيان صادر عن المقاومة في العراق، استهدف مقاتلو المقاومة في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشداد جنوب مدينة الحسكة السورية، وذلك بواسطة الصواريخ، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر. ويأتي هذا الاستهداف غداة استهدافات مماثلة نفذتها المقاومة في العراق على قاعدتي حرير الجوية الأمريكية في إربيل شمال العراق وخراب الجير الأمريكية شمال شرق سوريا. سقوط قتلى في مخيم النصيرات. وقعت مجزرة بمخيم النصيرات إثر استهداف الطيران الإسرائيلي منزل عائلة الحواجري، حيث قتل جميع أفراد العائلة. وكانت المقاتلات استهدفت اليوم والد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الوفاء، ما تسبب بحريق كبير في المكان وأخرج المولد عن الخدمة. واستهدفت بشكل مباشر ألواح الطاقة الشمسية المنتشرة على أسطح العمارات السكنية والتجارية المحيطة بمجمع الشفاء الطبي في المدينة. تدمير مسيرات أوكرانية. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تمكنت من تدمير 4 طائرات أوكرانية بدون طيار فوق أراضي مقاطعتي بيلغرود وكورس. وذكرت الوزارة أن نظام كييف نفذ محاولة دورية جديدة أخرى لمهاجمة أهداف بطائرات بدون طيار في المقاطعات الروسية المحاذية لأوكرانيا. ووفقا للوزارة، تمكنت وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي من تدمير 4 طائرات معادية بدون طيار فوق مقاطعتي بيلغرود وكورس. تسليم أوكرانيا مركبات جديدة. أفادت مجلة فوربس بأن واشنطن سلمت أوكرانيا واحدة أو عدة مركبات مدرعة من طراز أوسل دون إعلان ذلك رسميا. وأشار الصحفي ديفيد أكس في مقالته التي نشرتها المجلة إلى أنه تم تسليم القوات الأوكرانية هذه المركبات لكي تتمكن من اختراق خطوط الدفاع الروسية. وأضاف الصحفي من المرجح أن البيت الأبيض في تصريحاته الدورية بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا صنف هذه المركبات ضمن فئة غامضة من معدات إزالة الألغام. وأخيرا عزيزي المشاهد، هل بدأت الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا بأسلحة خطيرة حتى تبقى المعركة متكافئة مع الروس؟